مع التقدم المستمر في مختلف المجالات الطبية، شهدت طرق علاج وتجميل الأسنان تطورا ملحوظا من خلال تطبيق أساليب جديدة واستخدام تكنولوجيا متطورة تتيح خيارات متعددة وتمنح نتائج متميزة. لا يخفى على أحد أهمية الابتسامة الصحية بالنسبة للشخص نفسه قبل أن تكون للعامة، فالابتسامة أكثر ما يبرز ملامح الوجه، وهي بوابة عبور الشخص إلى قلوب الآخرين. وعندما نتحدث عن الابتسامة لابد أن نتحدث عن طب الأسنان الذي تصاعد في هذه الأيام في المجال التجميلي بدخول التكنولوجيا الحديثة في قائمة أدواته. تاريخ تجميل الأسنان بيبدأ من سنوات ما قبل الميلاد، يعني من العصور القديمة ما قبل الميلاد. بالإنسان البدائي بس استعاض على الأسنان وسائل بدائية، بعدين بلشت بالقرن التاسع عشر بلش طب الأسنان يقفز قفزات متقدمة من خلال الاكتشافات الحديثة. بتصور عام 1990 هي القفزة النوعية في مجال طب الأسنان، وبالأخص بالناحية الجمالية، حيث بلشت الموجة باستخدام الفينير، شيء اللي اسمه فينير والحشوات التجميلية، وهون بلش السباق من ناحية جمالية، وهون بلشت الثورة في طب الأسنان. وللطرق التجميلية أثار نفسية كبيرة من الناحية الإيجابية، ومن شق آخر لها مضار، إذ لم يدرك المريض الطرق الصحيحة للاعتناء بجمال أسنانه بعد أي إجراء تجميلي. التلبيسات في أنواع مختلفة موجودة، يعني تستخدم في تجميل الأسنان. أحد أهم هذه الأنواع اللي هو الفينير واللومونير، مصنوع من مادة الإيماكس ومادة الزيركون، الزيركونيا اللي هي عبارة عن بورسلين فري ميتال بيكون خالي من المعدن، ومادة البي اف ام اللي هي عبارة عن معدن ومغطى كله بالخزف. شو مضارها؟ طبعا ما دام الطبيب بيقدم للمريض قطعة تعويضية، نحن نسمي التلبيسة أو الفينير قطعة تعويضية قابلة للتنظيف، تمام، فما إلى أي مضار، ما إلى أي مساوئ، سواء على مستوى الأسنان يعني لا تسبب نخور، سواء على مستوى اللثة. إذا مو مهتم من ناحية النظافة حيصير في تراكم لفضلات الطعام بين الأسنان وعند اللثة، هذا التراكم حيهيئ بيئة مناسبة لنمو الجراثيم، الجراثيم حتؤدي إلى بتصيب الأسنان نخور، وبتصيب اللثة التهابات لثوية بتترافق بالنزف، رائحة كريهة، تغير لون اللثة، انتباج اللثة، آلام. في فكرة شائعة عند المرضى أنه أنا بدي ركب فينير لأحمي أسناني، هي طبعا فكرة خاطئة عند المرضى. الفينير هي فقط تملك الناحية الجمالية. ومع توفر عدة طرق لتجميل الأسنان، يبقى الرأي الأخير لطبيب الأسنان المختص في إجراء أي عملية تجميلية أو تعويضها بعلاج يحافظ على الأسنان ويجعلها أفضل. أنا دائما بنصح مرضاي إنه لا تخلع أي سن. السن نعمة من رب العالمين وهبها للمريض ليحافظ عليها، وإذا قدر يحافظ عليها بأسوأ الأحوال، حتى لو كان جذر على مستوى اللثة، يعني ترى إذا كان جذر على مستوى اللثة ممكن إحنا نعمل له بيلد أب وترميم وتعويض، وممكن إنه يرجع يستخدم هذا السن. طب الأسنان عالم وعلم كبير يعتمد على الإجراءات التعويضية، ويتحاشى الإجراءات الأخرى كالخلع للحفاظ على الأسنان الطبيعية، ولكن لكل قاعدة شواذ، ونستطيع تجنب الإجراءات الأخرى من خلال الحفاظ على صحة الأسنان باتباع التعليمات والمراجعات الدورية. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.